السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن 4 وجبات للاطفال الرضع. بيقدموا لطفلك الرضيع فوائد كبيره جدا، بيزودوا وزن الطفل اللي بيعاني من النحافه، بيغذوا مخ الطفل ويزودوا ذكائه وتركيزه، بيقووا عظام الاطفال واسنانهم، وبيساعد طفلك على التطور الحركي، وكمان تقوي مناعه طفلك وتقلل كتير جدا من معدل اصابته بالامراض. وفي الفيديو ده هنتكلم عن الوجبات دي بالتفصيل، وكمان هنحضر الوجبات بشكل عملي. وبالمناسبة فيديو طريقة تحضير الوجبات بشكل عملي موجود على قناة فود مود، هتلاقي رابط الفيديو موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. علشان نزود النمو ونزود وزن طفل بيعاني من النحافة، لازم الوجبات بتاعته يبقى فيها شوية شروط. أول حاجة، الوجبة تبقى غنية بالبروتينات عالية القيمة. مفيش نمو سليم من غير بروتينات عالية القيمة. تاني حاجة، يكون فيها دهون صحية علشان تغذي مخ الطفل وتزود التطور العقلي للطفل. تالت حاجة، يبقى طعمها حلو علشان الطفل أصلا يرضى ياكلها. خدوا بالكم، جزء كبير من الأطفال اللي بيعانوا من النحافة بتبقى مشكلتهم إن هم ما بيحبوش كتير من الأطعمة، فإحنا عايزين نقدم للطفل وجبة طعمها كويس علشان الطفل يرضى ياكلها. وكمان الوجبة دي لازم تكون غنية بالفيتامينات والمعادن علشان تزود صحة الطفل وتقوي مناعته مع زيادة النمو وزيادة الوزن. عندنا بقى مجموعة وجبات تقدر تقدم لنا الشروط دي كلها، والبطل في الوجبات دي كلها بالمناسبة هو عنصر واحد، وهو السمسم أو الجلجلان. السمسم أو الجلجلان أحد كنوز التغذية الكبيرة جدا للرضع والأطفال، وهنتكلم عنه كلمتين بسرعة دلوقتي. أول حاجة، السمسم مسموح بإعطائه للأطفال الرضع من بعد الشهر السادس، ولكن يفضل جدا يبقى متحمص خفيف خالص، وإن أنت تطحنيه الأول قبل ما تضيفي منه على أكل الطفل. تاني حاجة، لما تيجي تقدميه للطفل الأول مرة، قدمي كمية صغيرة قوي وتابع الطفل، هل الطفل هيظهر عليه علامات حساسية ولا لا؟ لو ما ظهرش على الطفل علامات حساسية زودي بالتدريج، وطبعا ده احنا بنعمله مع أي أكل جديد بنديه للطفل. الحاجة التالتة، السمسم بديل ممتاز جدا جدا للأطفال اللي عندهم حساسية بروتين حليب أو عدم تحمل اللاكتوز. الأطفال دول ما بنقدرش نديلهم منتجات الحليب، وبنبقى عاوزين مصدر تاني يبقى غني بالكالسيوم. السمسم هنا هيبقى ممتاز جدا للأطفال دول. السمسم سعراته الحرارية عالية جدا، علشان كده يقدر يزود وزن الطفل بصحة وأمان. كمان غني جدا جدا بالكالسيوم، هيقوي عظام الطفل وأسنانه، وهيساعد طفلك على الجلوس والزحف والمشي في ميعاده ومن غير ما يتأخر. السمسم غني بالدهون الصحية اللي هتغذي مخ الطفل وهتزود ذكائه وتركيزه. شايفين فوائد كبيرة جدا قد ايه في نوع واحد من الطعام؟ نقدر بقى نستغل الفوائد دي كلها بان احنا ندخله في وجبات كتيرة للطفل. وبرضه هنا في نقطة مهمة لازم اوضحها، لو كان طفلك بيعاني من النحافة تقدر تضيف السمسم على أكل الطفل كل يوم، يعني اختاري وجبة واحدة في اليوم تضيفي عليها السمسم وكرري الموضوع ده كل يوم. لو كان طفلك وزنه كويس ما تديش السمسم للطفل كل يوم، يكفي مرة أو مرتين في الأسبوع، لأنه فعلا سعراته عالية وممكن يزود وزن الطفل جدا. فاحنا عاوزين وزن الطفل يبقى طبيعي، مش عايزينه أقل من الطبيعي ولا أكتر من الطبيعي. ولو عاوزة تعرفي الوزن المثالي لطفلك على حسب عمره، هسيبلك الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. نيجي بقى للوجبات اللي هنقدمها للطفل. الوجبة الأولانية، كوباية زبادي عليها معلقة سمسم وعليها قطعة من البطاطا الحلوة المسلوقة والمهروسة وعليها نص ثمرة موز. وجبة كاملة متكاملة، فيها بروتينات وفيها دهون صحية وفيها فيتامينات وفيها معادن، وكمان طعمها لذيذ جدا طفلك هيحبه. والوجبة دي تقدري تقدميها لطفلك من بعد الشهر السادس، بشرط ان الطفل يكون اخد كل صنف من دول لوحده، ومتأكدين ان الطفل ما عندوش حساسية من اي صنف منهم. ولو عاوزة تعرفي اعراض حساسية الطعام عند الاطفال الرضع، هتلاقي الفيديو موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. نيجي للوجبة التانية، ودي برضو هنستخدم فيها الزبادي. كوباية زبادي وعليه معلقة سمسم وعليه حبيتين من التمر، نهرسهم كويس جدا ونقدم منها للطفل.
الوجبة دي برضو مسموح بإعطائها للأطفال من بعد الشهر السادس. نيجي للوجبة الثالثة وهي بان كيك اللوز بالتمر والشوفان. الوجبة دي على فكرة ممتازة جدا وغنية بكل العناصر الغذائية اللي جسم طفلك محتاجها، وطريقة تحضيرها بشكل عملي موجود في نفس الفيديو على قناة فود مون، هتلاقي رابط الفيديو موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. الوجبة دي بقى موجود فيها اللوز، واللوز سعراته الحرارية عالية، هيزود وزن طفلك وغني جدا جدا بالكالسيوم، هيقوي عظام طفلك وأسنانه وهيساعده على التطور الحركي. نيجي للوجبة الرابعة وهي مشروب نقدر نقدمه للأطفال من بعد عمر سنة، والمشروب هو الحليب بالأفوكادو والشوفان. مشروب ممتاز جدا جدا، وجبة متكاملة، غني بالبروتينات عالية القيمة، غني بالدهون الصحية، غني بالكالسيوم، غني بالفيتامينات والمعادن اللي جسم طفلك محتاجها، وكمان طعمه لذيذ. ولكن علشان موجود فيه الحليب ممنوع نديه للأطفال اللي عمرهم أقل من سنة. دول كده أربع وجبات ممتازين جدا جدا للأطفال يزودوا وزن طفلك وصحته ويقوي مناعته ويقوي عظامه وأسنانه ويغذوا مخ الطفل ويزودوا ذكائه وتركيزه. بنشكر جدا قناة فود مود على التعاون معانا وتحضير وجبات مخصوص للرضع والأطفال، هتلاقوا رابط القناة موجود في صندوق الوصف بتاع الفيديو. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. شوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله على خير. سلام.